أعماق نهر موسكو من شموخ مباني الكريملين سمع قهقاع دب قطبي أبى إلا أن يثبت حضوره في مونديال البرازيل. إنه المنتخب الروسي صاحب مشاركتين في نهائيات 94 و2002 استهل غمار المحفل العالمي بتعادل مثير أمام كوريا الجنوبية قبل أن تسرق شياطين بلجيكا السمع منه في ثاني اختبار. خطوة دبابة روسيا في طريقهم نحو بلاد السامبا سمع دويها في أرجاء القارة العجوز، فالتهمت أعتى منتخباتها بما فيها كتيبة البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو ليخلو لها الجو بتصدر المجموعة السادسة بعد 7 انتصارات و2 تعادلين فيما تعثرت في مناسبتين. منتخب تجددت فيه دورة الحياة بفكر إيطالي صارم يدعى فابيو كابيلو، بث في نفوس لاعبيه فلسفة الكاتيناتشو فور تولي مقاليد قيادة سفينة الروس من الهولندي جوس هيدينغ، فانتهج سياسة القبضة الحديدية لستالين فوق المستطيل الأخضر. تشكيلة حكت خيوطها بنسيج محلي خالص رسمت معالم منتخب المونديالي، يقودها حارس سياسكا موسكو إيغور أكينفيف الذي لم تهتز شباكه في غمار التصفيات سوى في 5 مناسبات ولو أن يداه أفلتت القفاز في أول ظهور أمام الكوريين. المدافع المخضرم فيروزيتسكي فهو قائدهم يبقى صمام الأمان في الخط الخلفي، يجيد الارتقاء والتعامل مع الكرات العالية الذي تهدد عرين منتخب بلاده بطوله الفارع وحسن قراءته لمجريات اللعب. مهندس خط الوسط هم نقطة قوة الروس ممثلا بإيغور دينيسوف، دينيس غلوتشاغوف وكذا فيكتور فايزولين، هم القادمون من الخلف في رسم تكتيكي رسمه المحنك كابيلو بالاعتماد على 5 لاعبين في الاسترجاع وتنشيط الحملات الهجومية، حملات سيتكفل من خلالها صاحب القميص رقم 9 كوكوريف يملك حسا تهديفيا عاليا خاصة إذا ما جاور زميله المخضرم كيرزاخوف الذي كتبت أقدامه في الميادين الروسية روائع الأديب الروسي تشيخوف. هي كتيبة تفتقد للإبداع والمهارات الفنية، سلاحها الرئيسي في اللياقة العالية والقوة البدنية يستعملها الروس حتى في رفع العارضة، فأعلنت كتيبة كابيلو على الخضر الحرب الباردة.